تقول الحكاية أن هناك مسؤولين يسعون خلف مخرجات تعليمية حقيقية ويرددون ذلك في كل مناسبة وفعالية من خلال التحضير والتجهيز والتنسيق، ولكن هذا المقعد كل ما نكتب عليه بيوقع. نحن ثلاثة قاعدين بالمقعد وما عم يسعد دفتر. بدنا مقاعد إلها دروز لأنه سنتين عم نضلوا بالأرض عم نحطهم فيها. يوم بدي أحط الدفتر عم يوقع وما في طاولة نسند عليها. أنا مدرسة حصص للساعة واحدة عم أضلني قاعد بمقعد مكسور. عم نجي مو قادرين نركز مع الناس ولا قادرين ندرس. بس أتمنى أن تغيير مقاعد وبدل مقاعد جديدة. وصلنا 4 سنين بهاي المدرسة عم نقعد على المقاعد غير مريحة. الأساتذة عم تصلح المقاعد. من حقنا أنه نقعد بمقاعد مريحة إنشان مثل باقي المدارس إنشان نعرف نقعد ونقرأ ونتعلم مع الأنسة. مدرسة الشبعة للتعليم الأساسي بريف دمشق التابعة لمديرية تربية القنيطرة تضم حوالي 600 طالب وطالبة يعانون من نقص كبير بالمقاعد الدراسية. أدى هذا النقص إلى لجوء مديرة المدرسة للاستعانة بمستودع مدرستها الذي يحوي مخلفات مقاعد تعرضت للتكسير أثناء فترة سيطرة العصابات الإرهابية على المنطقة ومحاولة تأهيلها بالطرق البدائية. اضطررنا للاستعانة بالمقاعد اللي كانت الباقية قبل الأزمة وعليها بقايا الخشب. مع بعض الإصلاحات استطعنا أدخلناها إلى الصفوف. عم أشتغل طول النهار بس إنه أركب براغي وأفك براغي ومقاعد منشيل من صوف لصوف بس لحتى يعني يكون الوضع شبه مرتاح للولد يعني. والحكاية لا تنتهي هنا، إذ أن من المعروف للقاصي والداني تكاتف المجتمع المحلي والمجلس البلدي لأبناء تجمع النازحين في شبعة، حيث تم السعي خلف ترميم حاجة المدرسة في أمور عدة وآخرها من خلال قصة يرويها أحدهم، مفادها أن مدير التربية قام بطي قراره بتزويد المدرسة بعدد من المقاعد خلال أقل من 24 ساعة. مدير مدرسة غالي فرحات قالت لنا بتروح توقع من مدير التربية الكتاب أصولا. رحنا لعند السيد المدير وقعنا وردينا، رحنا لعند مدرسة غالي فرحات ورحنا لعند المدارس المهنية مشان يوقعونا الطلب، ووافقونا على المناقلة من مدرسة غالي فرحات إلى مدرسة شبعة للحلقة الثانية. وبعدين السيد المدير وقع لنا لإجراء ما يلزم أصولا، وقع المدير ورجعنا رحنا لعند الأسف مدرسة غالي فرحات وجهزنا وتكلفنا مشان نجيب سيارة وننقل مقاعد من مدرسة غالي فرحات على الشبعة، والساعة 7:15 الصبح كنا جاهزين والسيد المدير وقع نظامي ورحنا على المدرسة وتفاجأنا الصبح ولا السيد المدير مغير رأيه. وفي نهاية الحكاية وبعيدا عما سيحدث من تبعية هذا التقرير، سنكتفي بلقاءات الأطفال وصور مخلفات المقاعد الدراسية علها تصل للمسؤولين الذين يصرحون بالمخرجات التعليمية الحقيقية. باسا سلمان لقناة سما الفضائية من تجمع شبعة لأبناء الجولاني بريف دمشق. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عماد أسعد مدير تربية القنيطرة. أستاذ عماد مساء الخير. مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. شاهدنا أنا تابعت التقرير. نعم. بالنسبة لشبعة مدرسة قائمة، احنا كان ضمن سلم أولوياتنا أولا المدارس المحدثة والمدارس المعادة للخدمة. تم عندنا إعادة إحداث مدرستين تم تزويدهم بالمقاعد، هي مدرسة إسماعيل أحمد بعين عيشة ومدرسة مرج السلطان بمنطقة مرج السلطان بالغوطة. وكذلك تم إعادة 4 مدارس إلى الخدمة، منها جباتة الأولى والثالثة ومدرسة سكيك، هاي المدارس اللي تم إعادتها للخدمة مع مرج السلطان. بينما آسف بالكسوة تم بنارد قردر إعادة إحداث مدرسة جديدة تم تزويدها بالمقاعد. اليوم احنا في تواصل بينه وبين المنظمات الدولية بخصوص هذا الأمر ومدرجة ضمن القائمة. ما ذكر الأخ بالنسبة لأنه أنا تراجعت، أنا لم أتراجع، أنا حولت الكتاب إلى المهني، والمهني يتم تزويده إما عن طريق التخطيط أو عن طريق التصنيع بالثانوية الصناعية. الكتاب كان للمهني ولم نطلب منهم المجيء إلى غالية فرحات لاستلام الكتب، بينما ما تم من غالية فرحات استجرارها إلى سكيك. في عنا بالقانون احنا في شيء اسمه شعبة لوازم، هذه شعبة اللوازم تجري المناقلات بين المدارس.
المناقلة تمت ولا يمكن أن تبدل المقاعد. أضف لذلك إحنا ما طلبنا من أي شخص أنه يجيب سيارة وينقل مقاعد. إحنا كمديرية التربية عم نقوم بنقل المقاعد على نفقة مديرية التربية. فأنا بتفاجئ أنه عملية الاندفاع من قبل أهلنا بشبعة ومجيء السيارة وكأنه أمر واقع. أنا ما ترجعت بهذا الموقف. الموقف كان كالتالي أنه تم تحويلهم إلى المهني، والمهني لا يجري مناقلة بين المدارس. أنا عندي كان 15 مقعد موجودين بغالية فرحات، تم نقلهم إلى مدرسة سكيك لتدخل الخدمة، بينما هم تم تحويلهم إلى المهني من أجل التصنيع أو عن طريق دائرة التخطيط. معروف أنه دائرة التخطيط تتبع إلى المهني. أنا ما تراجعت بهذا الموقف. أستاذ عماد، وأنا بعتذر من الكلام اللي ذكره زميلنا وصديقنا أنه أنا تراجعت. أنا ما تراجعت تماما. طيب. لكن لابد من إجراء قانوني بهذا الأمر. نحن أمام واقع سيء، الطلاب لا يستطيعون الكتابة على المقاعد. ما هي الحلول في رأيك؟ مع المنظمات الدولية، وسيتم تزويدنا خلال الأسبوع القادم أو اللي بعده بما يقارب من 1000 إلى 1500 مقعد ضمن الخطة، وإحنا مدرجين لمدرسة شبعة الحلقة الثانية، بدون شبعة الثانية حلقة أولى، مزودينها ب 50 مقعد وليس ب 30 مقعد أو 40 مقعد. ولدينا الكثير من الحلول لمعالجة هذه المشكلة. يعني إحنا ما اقتصر أمرنا على مشكلة معينة، لا تماما، وإنما احنا لدينا خطة بديلة لهذا الأمر، وسيتم تلافي هذا النقص خلال الأسبوع القادم وما بعده. وما عندنا مدرسة منسية، وبالمقابل العام الماضي تم ترميم معظم المقاعد بمدارس شبعة، وبتقرير مشابه من قبل قناة سما الفضائية. العام الماضي تم توجيه تقرير مشابه من قناة سما، وتم إصلاحها هي والمدافع وتزويد مدارس المدافع. فإحنا ما عندنا مدرسة مهملة تماما، لكن احنا اليوم في حصار اقتصادي على هذا البلد ينحصر او ينعكس سلبا على دعم مؤسسات الدولة. هذا الامر واقعي، مو امر خيالي. احنا اليوم في عنا شح بالموارد الاولية اللي من هدفها هي الاقلاع بالعملية التربوية، وما ذلك احنا مدارسنا يعني صفت 99% شبه كاملة. النقص لابد من وجوده اثناء العمل، وصار في عنا زيادة اعداد في منطقة شبعة نتيجة زيادة الناس اللي استقرت المنطقة وعادوا إلى هذه المنطقة، فزادت الأعداد. المقاعد كانت العام الماضي كافية، لكن هذا العام فيه زيادة أعداد، لابد من زيادة المقاعد الموجودة، وإحنا لدينا الخطة البديلة لهذا الأمر. مع ذلك عماد أسعد مدير تربية القنيطرة كنت معنا عبر